انا حضرت اليوم باش يعني نساند ونضامن مع الاستاذ النقيب محمد زيان اللي المتابعه ديالو كلشي الناس الان كيعرفوها بان سياسيه بامتياز، والدليل هو هذا تعدد المحاكمات وتعدد التهم. في الملف الاول كانت 11 تهمه، والان تهم جديده ومحاكمات جديده. الانسان عنده يعني 82 عام، بحيث بعد وفاه احد المعتقلين السياسيين الفلسطينيين أصبح الآن عندنا المغرب يمكن الآن يفتخر بين قوسين بأنه عنده المعتقل السياسي الأكبر سنا، ولهذا حضرت باش نجدد التضامن ديالي معاه، وبأن الظلم كفى، وبأن يعني البلاد راه شوهها هذا النظام اللي كيقمع بواحد الطرق يعني خسيسة جدا. في عهد الحسن الثاني كان كتكون تهم سياسية واضحة، وهي الثورة ضد النظام، الثورة ضد الظلم، يعني المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية للمغاربة جميعهم، مطالبة بحقوق المواطنة، معارضة للسياسات العمومية إلى آخره. الآن ولاو كيجيو كيقول لك هذا اغتصب، هذا تحرش، هذا سرق الأموال، هذا الشيء نذل وخسيس ويجب أن ينتهي في المغرب، ولن نسكت، الحقوقيون لن يصمتوا أبدا دون أن تنتهي هذه السياسة، سياسة القمع الجديد. اليوم جاء واحد العدد مهم ديال المحامين من جميع الهيئات تقريبا ديال المغرب كانت ممثلة، ووصل عدد المؤازرات المسجلة فات واقيلا شي 200 مؤازرة لكثار كاع، لأن ما بقيناش نقدروا نحسبوا، في حين أن الحضور الفعلي ديال المحامين راه شفتوا القاعة كانت تقريبا سوداء بالبدال، تقريبا شي ما يفوق 100 محامي اللي كان حاضر فعليا. امر مهم جدا بالنسبه لي انا كمحامي وكابن النقيب زيان، وبالنسبه ليه هو، لانه كيحب المهنه ديالو، كيحب الهيئات ديالو، كيحب الزملاء ديالو، فبالتالي حسينا كان واحد الاحساس، واحد العاطفه اللي تخلقات، واحد الجو ديال التلاحم، ديال الاخوه داخل الجلسه اللي ممكنليش نوصفه، ولكن شيء جميل، شيء رائع. المحاماه اليوم بينت بانها موجوده، باقا موجوده في الساحه، وانها واقفه وراء مؤسستها وممثليها ونقبائها، الحمد لله. يمكن غنفرحوا دابا الوثائق اللي ارتكزت عليهم النيابه العامه باش دير المتابعه، وكان وثائق اللي دلا بهم النقيب زيان امن الشرطه القضائيه، وكان وثائق اللي دلا بهم السي رشيد بوروان اللي حتى هو مسكين للاسف مشى مع الموجه ومتابع مع النقيب زيان، حتى هو دلا بواحد العدد ديال الوثائق مهمين امام الضابطه القضائيه. فبالتالي اليوم طلبت من المحكمه تقول لنا، لان فاش مشيت كنطلع الملف كتابه الضبط ما لقيتهمش، دونك قلت للمحكمه قول لي واش كاينين ولا ما كاينينش. فالرئيس مشكور طلع بموضوعيه على الملف هكا وقال لي لا فعلا، قال الوكيل العام، قال له نعم سيدي راه ما كاينش الوثائق، واش غادي نناقشوا؟ اش غنناقشوا؟ المحاضر غير كافيه، لا تكون شي معاينه واخا، ولكن الوثائق اللي بناو عليها، علما اننا حنا في قضيه ديال جرائم الاموال، الامر كيتعلق كاين كشوفات حساب كيتكلموا عليهم ما لقيناهمش، غندرسوا بعد هاد الوثائق نشوفوا واش 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 ما تدعي النيابه العامه ينطبقوا مع الوثائق التي ارتكزت عليا. فواضح بانها غير موجوده. قبل هنا الجلسة الجاية في خمسة سبعة إن شاء الله، 5 جويلية، فأمرت المحكمة كما تسمح لها سلطتها بضم الوثائق للملف، ويضموا بعدا الملف ونشوفوا واش غادي يوقع إن شاء الله. وفاش شاف الزملاء ديالو، شاف خوته، شاف ولادو في المهنة، ولادو تأثر، حتى الدموع سالوا ليه من عينيه، وفرح بزاف، فرح كثيرا فاش شاف ديك الزملاء مشكورين حاضرين الى جانبه. وانا ما عطاني رساله، ولكن هو راه كتعرفوا، هو كيقول لك هو كيامن بواحد القضيه كيامن بها، وكيامن بانه راه في السجن من اجل افكاره. فهو كيشكر المغاربه والزملاء والحقوقيين، والشكر الخاص لفيدرالية اتحاد محمد الشباب اللي كانت حاضرة بقوة وبينت المكانة ديالها داخل الجسم المهني، مكان مهم أطر المهنية ديالنا في المستقبل إن شاء الله. هادشي كيبشر بالخير إن شاء الله بإذن الله.
دزت المرافعات في كانت سعة الصدر بالنسبة للمحكمة، وبالتالي ما هو الطرف المحرك لذلك وشكون غيب الوثائق الله أعلم، وبالتالي تم تأخير الملف لإحضار الوثائق، وبدون وثائق ليس هناك جسم للجريمة، وبالتالي يجب رفع حالة الاعتقال لغياب الوثائق التي تعتبر هي جوهر الجريمة. الوثائق ما كاينش.